وحيد حامد، أنا ابتديت معاه أول فيلم في حياتي كان أرزاق يا دنيا مع الأستاذ نور الشريف. بنرجع عمر مع بعض، صديقي وبيدافع عني وقت اللزوم، ولما بكون واقعة في ورطة أروح أجري أتكلم معاه، لأنه بشوف إنه هو الإنسان الوحيد اللي بيبقى أمين على رده عليا كصديق. فإشحال ككاتب ومفكر بالنسبة لوطنه، وهو وطني لأقصى درجة. بخاف من كلامه، لأن لما بيكون متشائم ببقى متشائمة، بيعديني، بيخليني أبقى خايفة. وهو ما بيتشائمش بسرعة، هو بيتشائم لما بيحس إن في خطر، وكان حاسس بده، وده كان سبب تعبه الصحي الأخير. مفيش حاجة معاه ما بحسهاش. أنا فاكرة إنه في طيور الظلام كان عندي مشهد وكنت عندي 40 حرارة، وكان الديكور مبني عشان المشهد ده، يعني بنيلي ديكور كامل عشان المشهد ده. ونزلت واشتغلت، وشي كان وارم، بس الحمد لله كان شعري طويل فيعني مغطية بالشعر، إنما وشي كان وارم. وكملت وعملت كل المشهد وأنا عندي 40 حرارة، أنا فاكرة كويس. فوحيد لازم يشربك الشخصية، ما بيخليكيش بتشتغلي الشخصية من بره، لا من جوه، بيعيشك جوه الشخصية جدا جدا جدا. ده البني آدم الوحيد اللي شفته ما يجيش التصوير، بس عارف إن يسرى عملت كده الساعة 5 مثلا، وزعلت الساعة 5:10، وضحكت قوي الساعة 5:15، يعني عنده الداتا كلها، لكن مفيش حاجة ما بيعرفهاش، بس هو مش في اللوكيشن. من أهم الحاجات اللي اترجمت موضوع الأمن المركزي، لما عمل الفيلم مع الأستاذ أحمد زكي بتاع الأمن المركزي. عندك زوجة رجل مهم، عندك أواني الورد، عندك الإرهاب والكباب، عندك طيور الظلام اللي جسد الواقع بتاعنا في الوقت الحالي، ده كان معمول في التسعينات، عندك حاجات كتيرة جدا. بصي، وحيد لما بيختار موضوع ما بيعرفش يكمله إلا لو موضوع شادد انتباهه جدا. مش هيكتب لك موضوع والسلام عشان يكتب موضوع. مفيش فيلم هتلاقيه لوحيد حامد مش قايل رسالة، ورسالة مهمة جدا، رسالة مستقبلية، أو رسالة هو شايف اللي بيحصل في الوقت الحالي نتيجته هتكون إيه فيما بعد. إزاي بيتضفر كل المشاعر دي في بعضها؟ أنت مرات تقري الموضوع تقولي طب عادي يعني، لكن ما بيطلعش عادي. وحيد مش عادي، أكيد شكلني كممثلة، أكيد أضاف لي، أكيد خلاني في درجة أعلى بكتير مما كنت ممكن أكون بشتغل وخلاص. يعني لما اشتغل وحيد حامد أكيد في إحساس بمسؤولية، بمعنى، بيبقى لها لذة تانية، بيبقى لها معنى تاني وأنا بشتغل مع وحيد حامد.